السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم جيناكم بفيديو جديد، والفيديو وين ما انفتحت مقدمته بالصحراء بالجزيرة. وهسه احنا قريبين على الحدود الإيرانية، ولقينا مكان ما حنوصفه لكم ونشرحه لكم. شوف شلون الناس هنا بالجزيرة وبالصحراء شلون تعيش. لا يهمهم لا سوق لا محل، لا يهمهم شيء يقدرون يساعدون رواحتهم بيه لو هاي، وعلى شنو يعيشون وعلى شنو يطولون هنا السنة أو موسم كامل مال الشتاء. ظلوا ويانا وتعالوا شوفوا هذا المكان. جينا نصور وذولي يردون لقطات من الصور، طبوا على ستورياتهم وستورياتنا وشوفون هذا المكان. تعالوا شوف ذول صعدوا فوق مال هاي البيوت يجيبون ياهم ماي، تجوز هذه تطول عندهم فترة. بس اقول لقينا شي فوق، حسن راح يطب جوه، حسن تانيني. هاي فاره طب هنا وما قادر اطالعه. اشوفوا هنا حصينه طب بومه، هنا كانت طابه بومه ماكلتها. شوفوا الصوت خوف بعدي. هاي طابه بومه، هاي الفضائل مال بومه. شوفوا هاي هم وحدة ماكلتها ظلتها بالسعبان. شغلنا فلاش هنا. شوفوا هاي بومة، هاي هم فارة. عبيد هاي بومة هنا ايش قد جايبة فار بالقران. شوفوا ليش فارة بومة ماكو. هاك حسن انت شوف هاي الفتحة فتح صور. جد لقيت غاد فوق اي بوم هنا. لا لا هي فتح هنا. هاي فار كل البوم جاي. شوف شقد ميت فار. ولا كان خفاش. عادي. غاد فراخ لا. ماكو فار فار كل هاي الفضائل مالتنا الريش جاي هذا بيض. معلي اللي احنا سابق كانوا مفهوم وخوفين وراح عدلين ما طلع واضحه من ذكي. ايه تلمس الشاشه ثبتيني اخضر من الشاشه. ايه ابيض هذا الظروف مالها. اي والفضائل مالتها. اي هاي تزاوع لك الريش. منها منها هاي هاي الثانية ايش هاي؟ هاي هاي بيضة. بيض؟ اي فازدة هاي، والله طيني طيني جهازي. هاك هذا ضايع. شغلته؟ شو ما اشتغل. فاتح كاميرا تريد يشتغل.
هاي البيضه هاي فرخ. هو هذا المكان شر البوم يعني مو قوم موت. هاي هم بيضاي هواي هواي عايشة يعني قوم يحب هيك خراي. كونه حتى مخضر ريش. يلا طلعنا غاد فروغات. هاي البيوت كلها ما الغنامة، بيوت الغنامة تيجي هنا تبني، وهاي مكان يسمونه الحصار مالتين هاد. بس الشمس لا تغيب، شوف المكان يلقى الصحراء، يعني صحراء صحراء. هاي الكهرباء تقريبا السنة وصلت هنا للأهل المواطير، بس جاية أنا أقول لك هاي حدود إيران قريبة علينا، فيجون هنا يسكنون يظلون أشهر. الموسم الجاي يجوا، الموسم الورا والورا والورا يجوا. فشنو يستقروا؟ استقروا يبنونهم بيت. يعني شوف الغرفة مالتهم قد حجمها، شوفوا بس هاي الغرفة هم يسمونها استقبال. هاي مالتهم شوفوها، هاي تقريبا عرضها مترتين. هاي شوفوها يعني صغيرونة كلش، مال الخمس نفرات ست نفرات يقعدون بيها قاعدة مو نومة. هاي شوفوها شيء صغير، واهمتهم غرفة. شوف هاي جزء ما أحد يعني ما أحد. هاي هم حدهم هنا غرفهم أهل الريف معروفين. من يريد يبني ما يبني له مثلنا هنا بيت صالة وما أدري شنو، سقف واحد معروف يبني كل غرفة وحدها. هسا شوفوا لاحظوا ليش غرفة وحدها، وهاي غرفة وحدها، وهاي غرفة وحدها، وبصفهم غرفة، وبصفها مطبخ ذاك الزغيرون، وبصفها غرفة ومعزولة من هنا عندك غرفة. هاي مكانهم غرفة مفلش. شوفوا كانوا يجون يعني ما يجيبون لهم مواد، يجيبون هذا اللي يبنونه بطين. شوفوا هذا كله طين، والسقف مالتهم يصير هذا القصب، سقف مال هذا القصب. شلون يتحمل هو هذا الطين بالصيف وبارد؟ بالصيف وبارد، بالشتاء شلون؟ احنا زجينا الصيد صيادة ولاحظنا هذا، وقلنا الولد خلنا نصور الولد ذولاك يقصون صور. شوف يعني هاي الباريات صور، هاي الباريات سقفهم يصير. بس انا راح اتأدب على شيء واحد، يعني هنا راح يجي انت شوف شلون غرفة حجمها صغير، والله كأنها برج مال طيور. شلون يعيشون بيها ما ادري. سقف قصب يعني بالبرد هنا شو تصير؟ مرة هاي اول بيت لقاه هنا ليش انكسرت؟ بس شنو الخبط مالتهم؟ مو اسمنت، الخبط مالتهم هذا الطين. شوفوا هذا الطين الخبط مالته. وحتى لبخهم لبخهم طين، بناهم طين. هذا شوف الخبط مالتهم، المونه كلها طين. شو ايش قصه الا هذا؟ جوز سنين احنا ناس نبني خبط مواد وخلفات ذهبيه. شوفوا كله بناء طين، الطابوق وجص ما اعرف جمعين. وخاف واحد يقول وين يجيبون الماي؟ شو يشربون؟ شلون يغسلون؟ شلون يطبخون؟ يجون يا ماي هذا يترسون ماي، وعندهم واحد يشتغل يروح للولاية يترسى ويجي كل فترة. هاي البيوت مال النجفي هم مو من النجف، يجون هنا
مثلا 7 أشهر 8 أشهر يخلصوا هنا مثلا الأكل وهاي مال الحلال يعبر على غير صافي يقضونها هيك يعني ما ثابتين بكام متنقلين هم ايه خلوكم وياني خلونا لايك اشتراك احسن قطع شوف يعني هسه شنو هاي استقبال بس الاهل النجفين ايش قد يعني حلالهم الله يستر عليه حلالهم من 2000 3000 5000 يعني مو ما يجي لك 300 400 هم يجون يعزبون هنا هنا هاي يسمونها عزبيه يجون من غير مناطق هنا بالعاد الغربي ليش؟ لان هنا عندنا مكان مرعات غير مناطقهم ما بيهم مكان مره لو هواي عندهم مثل غنامه احنا هنا ما عندنا قليل يجون هنا والحدود بصافين يعني ارض زراعيه ويبنون هنا ويجون بس اكثر بناهم بطين يعني حتى البلوك البانينا بطين يعني ما حد يجيهم هنا يعني هنا يجيب شو اسمه هم شوف هم ما ثابتين بمكان هم ما ثابتين بمكان ولو ثابت يقدر يسوي له بيت بس هو قصر هو عده يجوز يملك له هذا اللي يحفظه يملك هواي بس شنو؟ ما ثابت يعني ما يقدر يبني له بيت ثابت ومستقر اكثريات هسه احنا عندنا الغنامه تروح للصحراء هنا تجي تاخذ خيم يقول لك باكر عقبه من الشيء انا مفشي الخيمه وماخذها لغير مكان وعلى هاي الرنه طحين ناعم وزقفهم كله قصب حس الطقة جداحة لا هاي يجون هاي عيشة هنا دي عيشة بالطبيعة هاي قبل خلال ايه سقف كله طايحة ويجوز طايح من المطار طايح من معاناتهم هنا الطبيعة من يعيشون ظلوا يعني وخلنا نروح ليش شوفوها الساعة قلت لكم تترسل هي نفسيتها موالتهم نروح هنا غير مكان ونراويكم شكو بالطبيعة سجينا ولقينا هذا الطير مضقوق ابو الحقر حتى بالحصين زارب عينه هاي عود ليش شنو ذا هذا لا من تون نتن وقاس سلك هاي الاسلحه قبل المطره طاق السلك اذا اخواننا صياده الله بينا طير اذا لاين وكيل لاين باع لا فلك الله يعوفوا الطبيعه خربتوها لعلته هم الطبيعه طونا مجال هيك احنا قلنا تصيده وما تعلق الطير اذا ما تستفاد به لا تصيده لا توصله ولا تاذي هواي من الصياده تصيد شيء وتعوفه بكانه ما تاخذه ولا تستفاد به وتعوفه بكانه ميت وتروح او تعوفه مصوب وتروح قلبه حتى عليها جهنم بس هذا الطير شنو ذنبه اذا واحد صايده وعايفه هنا ورايح نسل بالريشه التاسعه يلا ابو العوفه وخلنا نروح نكمل مسيرنا لبي ابو ودي حي ايش مالك ها انت من ياكل حر كل مثل طبع ريشه حتى من نطيح مثل ريشه الصقر حتى من نطيح ان شاء الله بس انت شلت ولا وحتى ما حد يوصل شوفون هذا الصقر
سود انتي؟ يا صقعه. هاي جاي افترى هنا عندهم صيادة يبني. اولهم هذا الحسن. احنا ندور قطة ندور شي يكون مالي ايش؟ مالتشي مالتشي. اريد اشبع بطولتنا. شي بطين. والله ويانا وخلنا نكمل مسيرنا بعد. صار الدين المغرب وجينا هنا وعدنا الدراجة من وعدنا قصة بنزين وصاحبه راح يطيب بنزين. وهاي شفتوا الجزيرة كلها افترينا لها ان ربنا ناشي اكو فلالية احنا بعيد صاحت علينا لا تطبون واكو ناس دواشة قالوا تطلع منا بينات حلقتنا. خلونا لايك واشتراك ومستمرين معكم بالفيديوهات.